واش الجارات كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد كيف ما كتعرفوا غنهضروا على الميركاتو ديال الراجا. ميركاتو اللي هنا يدير فيه شله هضره. الميركاتو اللي ما غيخليناش لهنا وما غيخليو حتى شي واحد هنا. فوالا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا لي لايك لي لايك. بغيت كلشي يكون معانا كلشي يكون حال المكانة. فيديو ديال اليوم غادي يكون شويه ماشي بحال الفيديوهات الاخرين. عارفين الا كتمريح بحال هكذا غيبدا الطنطين وغنبدا نعطيك المعقول. فوالا خلي لي الضحك ابار. البارح ضحكنا في فيديو اللي بغى يمشي يضحك يمشي يضحك في فيديو البارح. اليوم نهضروا في المعقول. ميركاتو ديال الراجا. ميركاتو ديال الراجا فيما كيوصل كتعرفوا بلي كيوصل وقيت ديال واحد الناس اللي كيروجوا الوقت. يعني كنقولوا ملي كيروجوا الوقت كتبدا اشاعات اشاعات اشاعات. فوالا الاشاعه اللي كاينه دابا هي على الزيمباوري كيف ما شفتوها في العنوان مغادره الزيمباوري او الزيمباوري ما غاديش يبقى في الراجا او بقاء الزيمباوري كيف ما كتعرفوا. يعني خرجت واحد الاشاعه ما عرفناش واش صحيحه ولا لا. خرجت اخبار ملي كنقولوا اخبار كتخرج يعني لي باج كبار في فيسبوك سوا دو الراجا سوا ماشي دو الراجا. يعني كتلقاهم كيداولوا هاد الخبر وكيقول لك بلي الزيمباوري غيغادر الراجا. كل واحد كيقول هضره شي كيقول ان شي كيقول دو شي كيقول تخوا وغادا المسائل. الزيمباوري المغادره ديالو ما كتوقفش على الراجا ديال الاولى ولكن المغادره ديالو غتكون ضربه قاضيه الراجا. يعني انك كتبني واحد البروجي كدير شي واحد الفرقه اللي صعيب انك تربحها وما كتقهرش يعني واش بدا تفرتك فيها. يعني هذا هو الغلط اللي خايفين منه بزاف ديال الجماهير. عندهم الصح هذا الغلط من حقهم يخافوا منه. وشكون هاد الجماهير؟ هي اللي عاشت الدور 2013 بعد ما مشينا دينا الدوبلي في 2012 2013 بطوله وكاس العرش و2013 الاخر ديالو شهر 12 مشينا للفينال ديال المونديال. ومن بعد 2014 جات تفرتيك جات النهايه جا اعصار خيب. هنا ما بغيناش تعاود هذا السيناريو مع من كان مع بودريقه. في حين دابا بدينا كنشوفوا به هذا السيناريو غادي بشويه بشويه. طاقم تقني مشى كامل. انا ما عجبنيش الحال حيت الطاقم التقني كنشوفوا فيه جروب وداك الجروب يقدر هو اللي كيكمل الزيمباوري. يعني واحد كيدير اناليز واحد المساعد ديالو كل واحد باش مختص. يعني الطاقم التقني يعني راه هو كلشي. يد واحده لا تصفق ولكنها تصرفق تقدر تصرفقك وتمشي بحالها. يعني الزيمباوري بقى بوحدو كيف ما كنشوفوا الزيمباوري الا بقى بوحدو يقدر شي هو يمشي. كاين احتماليه يقدر يمشي. يعني كنشوفوا بلي بقى لي عام. المدرب الا بغى يبقى معاك ويكمل معاك بروجي خصو يزيد واحد العامين اخرى. فوالا من بعد هذا العام يعني كتكون انه بروجي اخر كتكملو وكتحطو المسائل بحال العام الجاي تشامبيونز ليغ. يعني وكتزيد تكمل بروجي وتزيدو انتدابات وتحيدو الازمه. هادي من جهه. من جهه اخرى الزيمباوري الا مشالك فهي ضربه قاضيه. اش هو اللي قاد هاد الجروب هو اللي عارف كل واحد شنو كيلعب وكل واحد مزايا ديالو. الا شو لاعبين ديالنا دازو من فترات صعيبه. يعني واحد الوقيته شفنا النفاتي ناس شفنا الزرهوني ناس رجعوا لك الزيمباوري شفنا النفاتي رجع رجعوا لك الزيمباوري. يعني بعد اللاعبين بزاف يعني مشى المستوى ديالهم والزيمباوري كان عنده نظره. كنشوفوا بعض الامور عاوتاني التسييريه في المقابله انه كيفاش فارد الشخصيه ديالو كيفاش انه كيحرك لك المقابله وكيدخل لك لاعبين المكان ديالو. بن عياد يعني كان في الترجية حسرة والنيفو ديالو هبط بعد الإصابة وجابوا الراجا رجع منه بزاف ديال الحوايج وبنو النيس والنيس رجع منه وديسون فيزيك مزيانة ورجع المستوى ديالو. فوالا يعني كنشوفو الدور ديال المدرب دور كبير أنه القراءة ديال الخصوم أنه شفنا الراجا ولاش كتلعب كورة زوينة. يعني إلا غادر الزيمباوري فهي ضربة قاضية. في حين أنه كاين مدربين متاحين حاليا كاين ماكوينا على ما اظن الا كان هو الاسم ديالو صح وليا ماكوينا ديال جنوب افريقيا. يعني تم فسخ ديال العقد ديالو. في حين الا مشى الزيمباوري راه عندك احسن خيار هو هذا المدرب. وهذا المدرب هو اللي يقدر انه كيلعب واحد الكره زوينه ولكن خصك تعطيه الوقت باش يبني لك فرقه. وانا ما متفقش هذه القضيه. انا باغي الزيمباوري شخصيا الزيمباوري يعني خصو يبقى في الراجا يكمل معنا العصبه. كنتمنوا انه تكون يعني مفاوضات مع من طرف الرئيس ومن طرف مكتب مسير ويديروا اي حاجه.
يديروه باش يبقى معنا الزيمباوري. خرجت تدوينة ديال الرئيس البارح كاين في فيها إشاعات وأنه خرج قال لكم بلي الزيمباوري ما عندوش شرط جزائي، هذا لسان الرئيس، ما عندوش شرط جزائي مع الراجا وأنه باقي مستمر مع الراجا، وأنه إلا بغى يبقى مرحبا بي، ولا بغى يمشي عندناش مشكل، الراجا اللي كتصنع الأشخاص ماشي هما اللي كيصنعوا الراجا. هي مقولة عندها ذو حدين، يعني أن الزيمباوري باقي معنا أه، ما عندوش شرط جزائي اللي غادي يهرسو ولا غيهرسو لي شي واحد باش يديه، يعني البقاء ديالو كيبقى أنه خصو يفسخ العقد، إيش باقي لي عام، فهمني مزيان، خصو يفسخ العقد، يعني إلا بغى يمشي خصو يفسخ العقد مع الراجا، ولا بغى يفسخ العقد مع الراجا، يعني غتكون حصيلة كبيرة. هادي من جهة، من جهة أخرى قالك بودريقة هو أن الراجا كتصنع أشخاص ماشي هما كيصنعو الراجا، يعني بغى يقولك إلا بغى يمشي راه غيمشي، وهادي يعني خبر غير صار جماهير الراجاوية. حيت أن الزيمباوري بدا معانا مزيان، كون معانا فرقة، وإلا مشى ضربة قاعدية. فوالا هادي من جهة للزيمباوري، كنتمناو الإستمرارية ديالو. البارح دار ستوري في الإنستغرام، دار تدوينة أننا قالك لقد فزنا، وأنه في عطلة، وهادشي على لسان الرئيس وعلى لسان مدرب الزيمباوري، أنه مشى مع العائلة ديالو، وشو أنه ولدو وقال الزوجة ديال الابن ديالو كانوا هنا في المغرب، يعني كيدوز في عطلة خارج المغرب، خليو السيد يدوز عطلة. يعني نشوفوا باللي الراجا حطات البروغرام اللي غادي يكون ديال الاستعداد ديال العام الجاي، يعني غيبدا نهار 21 شهر 7 اللي هو هذا، يعني وغتبدا فحوصات طبية، ماتشات ميكال غادي يكون مع الترجي، مع العين الاماراتي، مع بيتيس، وغنجيو هنا المغرب غنديرو ماتش ميكال، وغادي ندخلو 22 شهر 8 غيبدا الدوري المغربي او غيبدا الموسم. فوالا يعني هاد البروغرام هذا، يعني كنظن باللي الزيمباوري غادي يكون عارفو واللي غادي يكون مخطط معاهم هاد البروغرام، يعني هاد البروغرام غادي يخليني انني نبقى مأمن ان الزيمباوري باقي معانا. هادي من جهة، من جهة اخرى كنتمنى الزيمباوري يدبر على طاقم تقني اللي يكون مزيان بحال اللي جاب لينا هو، يعني انا الاساس عندي هو يبقى ليا بريباراتور فيزيك اللي هو ونيس، حيت ونيس صراحة من احسن الناس اللي خص يكونوا في الفرقة، يعني ملي كتكون ليا واحد الفرقة عندها كوديسيون فيزيك مزيانة هذاك الشيء اللي بغيت، وكيبقى المدرب التاكتيك ديالو قراءة الخصوم. خاصنا واحد في الاناليز، يعني اللي يدير الفيزيوناج، يعني مساعد مدرب اللي يفيق المدرب مرة ويكون عنده رأي آخر. يعني كنتمناو أن تجي الأمور بحال هكذا، وبغينا العصبة. ميركاتو ديال الراجا غادي متواصل، وغادي نهضرو على اللاعبين كاملين، يعني صراحة درنا 5 انتدابات، أحسن أو أكثر ميركاتو اللي شاهد فيه لعب فيه ديال الراجا، أكثر انتدابات 5 ما كايناش في المغرب، يعني حاليا بدينا، حيت علاش 5 اللاعبين حاليا اللي جاو، يعني واللاعبين الآخرين غيمشيو بزاف. كنظن بلي بقعازي ما غيكملش مع الراجا، كنظن بلي مبارك رجع الفرقه ديالو، اللاعب ديالنا اللي هو بن عياد رجع الترجي، يعني كاين مفاوضات، يعني كنتمنوا ان الراجا يديروا تذاكر افتراضيه ونسينيو معاه، علاش لا نوجدوا واحد 300 مليون ونعاونوا الراجا تجيب لنا بن عياد، شريو العقد ديالو ويهبط شويه جاوا من الصالير ديالو، مرحبا به، حيت راس حربه رائع جدا، موهوب، كاين مشاكل موهوب ما بغيناش نهضروا عليها، يعني دار شويه المشاكل، يعني وكاين لي زوفر ديالو، يعني عرفناش شنو واقع الاداره هي اللي غتحسم المسائل ديالو. حنا مخلي الاداره التقنيه هي اللي كتخلي انتدابات. قال لك السيدي بعدي، انا بعدي غنهضر عليه من بعد، وكاين زومبي هضرنا عليه، زيزي هضرنا عليه، بقى لنا الفردوسي، وبقى لينا بعدي، وبقى لينا في حرار ديابين، حرار غارديان ديال المحمديه. وهادشي اللي كاين، خري الراي ديالك على مغادره ديال الزيمباوري، واش انت معاه ولا ضده، والا مشى شنو هو الحل، والميركاتو شنو بان لك فيه، حيت غنديروا فيديوهات على كل واحد شنو البوست ديالو، شنو دوز في العام ديالو. هادشي اللي كان، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ديما راجا.